كل واحد فينا في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنساني. هروب في هروب ونهار وبعد غروب ماشية الحياة ولا يوم بيشبه للي فاتوا. عذاب عذاب ولا يوم عملنا حساب إن اللي بيسكت يوم ما بينفعه البنت اللي كنت معها بحبك بدون ما تحس فيها فانت بتكون عم تضحك علي. لا طب ليه ما كنتش هي اللي بتضحك عليا؟ اصل انا غلبان ومسكين وضحك عليا بسرعه صراحه. اسمعي انا من بكره الصبح هلف على كل المدارس اسال على العيال يمكن اعطر في المدرسه اللي هم اتنقلوا فيها. يا رياض انت بتقول ايه؟ انت ناسي يا ابنك ظابط. الظابط ده ايهاب أضعف بني آدم في المجتمع مش أقوى بني آدم زي ما أنتوا فاهمين يا أولاد امبارح. يا صديق عمري يلي عرفت إن أمي متجوزة في السر وما جيتش تقولي. أنا أصلا ما كنتش متأكد إنه جواز. خالد أنا لقيت واحدة نازلة من عند خالي بالليل من البيت وهو بيه. بإيه؟ بإيه يا أشرف؟ الواد ده اسمه حازم ده واد مجنون وأنا مش عايش معاه تاني أبدا. أمي تتجوز وفي السر كمان؟ طب ليه؟ سعادتك انا مش بنكر معلومه انا عارفها. انا بقول لحضرتك انا اصلا ما اعرفش مين اللي صور الفيديو. الفيديو ده ممكن يبقى متفبرك. الصفقه دي يا ريم هتكون اول حاجه بتشاركي معانا فيها في الشركه. بس انت غلطانه يا ملك. كل ده تعبانه ولا قلت لنا ولا رحت للدكتور ولا ايه يا خالد؟ فيها اش انت لو عرفت ان الست والدتك متجوزه في السر هتبقى عادي ولا هتتجنن اكتر مني؟ بتضحكي؟ بتضحكي على ايه؟ بقولك رفع عليا المسدس وكان هيموتني. الناس دي يا ميرفت انا عاشرتهم سنين طويله. لا استحاله ان هم يعملوا كده. انا كنت في بيتك على فكره، في اوضه نومك وعلى سريرك، يعني اي حد صور يبقى عن طريقك على طول.
وادي النتيجه يا فندم. اشرف اول واحد عرف ان احنا متجوزين. ليك شايف المشاكل اللي احنا فيها؟ ناس بتهددنا وناس بتبتزنا، في حد بيهدد حد ويبتزه عشان نتجوز؟ امال لو بنعمل حاجه حرام كانوا عملوا فينا ايه؟ والله حاجه تضحك. حقيقي بقى انا حسني ضايعه، مخي واقف مش عارفه افكر. انا اول مره ابقى في الوضع ده. خالد ابني مش طايق يبص في وشي، عينه لو جت في عينيا بالغلط يدور وشه ناحيه تانيه. ليه؟ معلش مع احترامي يعني الاستاذ خالد، قفشك في شقه مشبوحه ولا حاجه؟ خالد اتصدم فيا، كان حاططني دايما في خياله صوره الام العظيمه. الصوره دي اتشوهت وانهارت. ايه انهارت؟ ياه انت مكبره الموضوع قوي يا فندم. هو كبير لوحده ولسه بقى اخواته لما يعرفوا، وخصوصا المجنون حاسب. مش معقوله، هو مين الام ومين الولاد؟ فريده الجبالي تخاف من ولادها، دي حاجه تضحك. حاسب انا مش عارفه ممكن يعمل ايه. حاسب اللي انا دايما بتقد تصرفاته وبحاول اغرس فيه القيم والاخلاق، هيعمل ايه لما يعرف ان امه اتجوزت في السر؟ هتقولي لهم امكم اتجوزت في السر عشان تحافظ على استقرار الاسره بس كده؟ يبقى باكد ان انا غلط وان جوازي منك غلطه وكان لازم اداريها. جوازك مني غلطه كان لازم تداريها. فريده انت عايزه ايه؟ رياض من فضلك من فضلك طلقني. معلش انا اسف مره ثانيه. اول مره يا دكتوره تقولي منك مرتين. معلش انا عملت لحضرتك حشو مؤقت والاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل حشو. حضرتك مالك؟ حاجة تعبانة ولا إيه؟ لا لا مرض شوية. أهي ملك. أنا؟ لا مفيش، مرض بس شوية. إن شاء الله هعدي أطمن عليك بالليل. أنت كويسة؟ أنا بحبك أوي يا جو. وأنا بموت في أمك. في العيلة كلها يعني ماما وأنت اتعلقت بيهم جامد. طب قول لي بقى أنت بتحبني قد إيه؟ بحبك قد كده. كده بس؟ ده أنا بحبك قد كده مليون ألف مرة. طب عايز أسألك سؤال بقى. أنت لما تبقى صغير نفسك تطلع إيه؟ أنا صغير. لا ما أنا اتلخبطت بس عشان ما أنا كنت بلعبك كنت بلعبك. طب وأنت كبير نفسك تطلع إيه؟ نفسي أطلع زيك. زيي؟ لا بس يوسف ده مصروف عليه كتير قوي. فريده هاني معبي فلوس كتير يعني. شايفه الولد بيفهم ازاي؟ نعم. انا ما عندي مشكله اطلع مثلك بالهندسه بس مش بشغلات تانيه. شغلات تانيه قصدك ايه؟ انا ماليش غير في الهندسه، انا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، انا على الصراط المستقيم. اسال الست حنين. لا يا ياسمين ما ينفعش قدام ولد صغير كده تجيبي سيره اي حد يعني. جو فراوله بتناديك، وانت عارف هناك في كيدز اريا، انا عارف بتحب اللعب. هجي لك على طول العب معاك، انا بحب برضه اللعب بتاع الاطفال والحاجات دي. ما ينفعش الولد يشوف كلام الصغيرين كده. حنين مين بقى اللي انت بتقول عليها؟ اللي انت شفتيها عندي في المكتب. لا دي كانت عميله وعملت لها شقتها وكل واحد راح لحاله، ما فيش حاجه بينا يعني. هل هادي كل القصه؟ هادي كل القصه. ما انا هتكون ايه القصه يعني؟ هادي كل القصه. ايه بس انا اللي شفته انه مش نظرات عميله وبس، نظراتها كانت كأن حبيبة بتغار على حبيبة هيك شيء. حبيبة بتغار على حبيبها؟ ايه. لا 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 خلص، انت بس مخك راح لبعيد قوي. على فكرة حنين دي ست محترمة جدا جدا جدا، يعني ست مبجلة كمان، وهي على طول بتقول لحضرتك وانا بقول لها يا فندم، يعني مفيش بينا غير كل احترام وتقدير، وقلت لك خلاص خلصت شغلنا مع بعض وراحت لحل. طب فيك تقول لي هي شو بتشتغل؟ ليه بقى اقول لك ليه اللي بتشتغل بس حنين دي؟ عادي سؤال عادي. عادي ها؟ هي بتشتغل مطربة سينجر يعني. والله مطربة. مطربة مطربة جامدة جدا كمان يعني. عن جد؟ شو بتغني؟ شو تغني؟ كنت سمعت لها أنا أغنية اللي هي حبيبي معرفش إيه، مش أنا شخصيا اللي سمعت يعني، الناس حواليا بيتكلموا بيقولوا ليها أغنية مشهورة جدا اسمها حبيبي طالع فيها معرفش ليه، مش عارف. أنت عارفني أنا ماليش في الجون أصلا يا ياسمين، أنا راجل بتاع شغل جدا، قلت لك أنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت يعني مفيش وقت. بس أنا بعمري ما سمعت عن
واحده بتغني اسمها حنين. يعني انت تعرفي حسن الصغير ولا اخوه يحيى الطويل ولا اخوه اللي في النص؟ تعرفيهم دول؟ مين هو؟ دي عيله فنيه مشهوره جدا. انت عندك جهل موسيقي يا ياسمين، ده موضوعك انت. الفكره حنين دي يعني حنين. يوسف ما تغير الموضوع، فيك تطلع لي غنيتها من على اليوتيوب؟ لا، ما هي حنين ما وصلتش لسه لغايه اليوتيوب يعني، هي بس هي جايه في السكه ما تلاقيش، لكن حاليا هي ما لهاش حاجه على اليوتيوب، ليها حاجات في حته تانية في كل حته في العالم، لكن اليوتيوب لسه ما وصلتش الموضوع. طب اذا هي ما انا موجوده على اليوتيوب اكيد بتغني بشي مطرح. بتغني سمعت كده حد من صحابي قال لي لو عايز تروح تسمعها تسمعها في الباب، قلت له يا عم انا ما بروحش الكلام ده خالص، بس هي بتغني في الباب هناك. شكلك بتروح انت على هيدا الباب. انا لسه قايل لك، بقول لك من الشغل للبيت، ليه الظلمه بس يا ياسمين؟ انت جايه مصر عشان تظلميني يا حبيبتي؟ وبعدين بقى انا مش حاسس ان حنين اللي بتغير على حبيبها، انا حاسس ان حد تاني هو اللي بيغير على حبيبها. مش قصدك؟ يعني حاسس كده ان لبنان ومصر هتبقى دوله واحده قريب وحاجات كده. بقول لك يا ياسمين، انا كنت محتاجة اتعلم اللبناني، ما تساعديني اتعلم اللغه اللبنانيه؟ لا انا ما فيني اعلمك لبناني، خليها هي تعلمك. مين؟ حنين؟ حاضر، هكلمها بكره تندم يا جميل. ماشي يا يوسف، انا هروح العب مع يوسف، خليك انت قاعده مع حنين. ايه يا فريده اللي بتعمليه ده؟ يعني ايه تطلبي الطلاق من رياض؟ يا نجوى ما فيش قدامي حل تاني غير ده. لا انا مش موافقه، انت لازم تقعدي مع خالد وتاكدي على ان الموضوع اللي انت عاملاه ده لا هو عيب ولا جريمه. ما فيش حد فيهم هيفهم اللي انت بتقوليه ده. إذا كان الأعقل واحد في العيلة خالد، رد فعله كان أكبر مما أتخيل بكتير. أمال بقى حازم المجنون ده ممكن يعمل إيه؟ أشرف ممكن تساعدني في موضوع علاج أميرة؟ أكيد طبعًا يا حبيبتي، من غير ما تقولي. أنا على فكرة هتكفي بكل المصاريف، بس برضه عايزاك تساعدني. هي ما عندهاش تأمين صحي ولا إيه؟ برضه يعني ممكن تحتاج مصاريف زيادة ولا حاجة. أنا مش عارفة أسامح نفسي لو ما رجعتش زي الأول. انت ذنبك ايه بس يا قرا؟ يا قدرها كده، وكان لازم ده هيحصل. انا السبب يا اشرف. يا قرا ارجوكي، ممكن ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. انا كنت عايز اسالك على حاجه. هو انت مش ملاحظ انه في البيت الايام دي حاجه غريبه بتحصل؟ حاجه غريبه؟ حاجه غريبه زي ايه؟ مش عارفه، بس حاسه ان في حاجات دايرة ما بين ماما وخالد. مش عارف، بس أنا مش حاسس كده خالص. غريبة، إزاي مش حاسس؟ بقول لك إيه صحيح؟ ماما بكرة هتيجي تزورك عشان تطمن عليكي وتقولك الحمد لله على السلامة. آخر ما افتكرت. خالد خير يا فراس، في حاجه؟ قالوا لي جوه انك لغيت كل المواعيد، في حاجه ولا ايه؟ لا مرهق شويه. طب تعالى اوصلك. لا مش للدرجه دي. شكرا فراس. ازاي يا ايهاب يتسجل لك كده وانت مش حاسس؟ هو ده اللي هيجنني، ده اللي هيجنني يا يارا. مش بعيد الفيديو ده يكون روح للي اسمه حازم ده. ممكن طبعا. يا دي المصيبة، محدش عارف ممكن يعمل فيك ايه كده. يعمل فيا ايه؟ ده انا وديني علقه. ياب اهدى عشان خاطري، تحياتي عندك، بلاش تغور عشان مستقبلك. ها قولي لي ايه رأيك في انكل طارق بابا رنا؟ راجل لطيف جدا. يعني من اول ما رحت الشركة وهو شيلي من الارض شيل، ده غير المكافأة اللي صرفها لي، ده غير المرتب اللي ما احلمش بيه. يعني انت هتسيبي شغلك الاساسي؟ والله يعني لا، يعني مش عارفه، اديني واخده اجازه لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل. يعني خلاص، وانا كمان هكلم رنا وهشوف باباها قال لها ايه عنك. ريت. مش قادره اصدق اللي انت بتقوله ده يا خالد. معقوله طن فريده تعمل كده؟ امال انا عامل كده ليه؟ ايه بس احنا لازم نعالج الموضوع بشكل حكيم، مش هينفع معانا كده. شكل حكيم ده بقى اللي هو ازاي يعني؟ مش عارفه، بس
ممكن نخلي أستاذ رياض يتقدم لمدام فريدة ويطلب إيديها بشكل رسمي ويتجوزها يعني كده وكده، يعني ياخد الموضوع شكل شيك ورسمي. يا سلام، مين بقى قالك إن حازم هيوافق إن أمنا تتجوز؟ إذا كان أنا نفسي مش موافق. خالد الموضوع دلوقتي بقى أمر واقع، مفيش فيه كلام تاني. مفيش حاجة اسمها أمر واقع، محدش هيفرض علينا الواقع ده أبدا. الحمد لله على سلامة ست الباشا. الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله على سلامة ست الرائد، الوحدة كلها منورة بيك. تسلم يا رضا، تسلم. بقول لك ايه، هو فرغالي جه؟ موجود يا فندم. طب خليه حصلنا على المكتب بسرعة يلا. تمام يا فندم. تمام يا مش عارفة يا عم عبدو، بس جو البيت مكهرب أول يومين دول. صدق عندك حق، أنا كمان وصل لي نفس الإحساس. الدكتور خالد طلب قهوته فوق في الأوضة، شكله كده مش هينزل يفطر معاهم تحت. صدقي أكيد في حاجة ورا اللي بيحصل ده. وبعدين أنا ملاحظة إن الدكتور بقاله فترة كده بيعامل الست الكبيرة بطريقة مش ولا بد. أول مرة أشوفه بيعملها كده. فعلا ده روحهم في بعض، والاتنين كانوا وصل في بعض. الأدهى بقى من كده، خد دي. ايه تاني؟ دخلت امبارح على الست الكبيره اوضتها لقيتها بتعيط. يا نهار ازرق، معقوله؟ والله زي ما بقول لك كده. انت عارف يا عم عبدو، انا اول مره من ساعه ما اشتغلت في البيت ده اشوف الست الكبيره بتعيط. وانا كمان، انا طول عمري بعتبر الست فريده دي بيت راجل. ده حتى البيه لما توفى ما نزلتش عليه دمعه واحده، رغم انها كانت بتحبه قوي. انا هموت واعرف ايه اللي بيحصل، لالا هيجرى لي حاجه هموت لو ما عرفت. مفيش فايده، مفيش فايده فيك يا سماح. اللي فيه ده ما بيبطلوش. انت ايه حشره نفسك في كل حاجه ليه؟ بطلي رغي وحضري الفطار. ست عصمت، انا كنت هتبقى ست عصمت. ايه كملي الفطار. حاضر. وانتي مديه القهوه دي لمين؟ دي للدكتور خالد. طب هو ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما عنديش فكره ساعتها. وفين؟ هو خالد ما جاش يفطر معانا ليه؟ في يا جماعه ما بتردوش عليا ليه؟ ما تاخدش في بالك يا حازم، هو من ساعه ما ملك دخلت المستشفى وهو مش مظبوط. سيبه خالد على راحته، انا بعد الفطار هروح. لا لا، انا هروح اشوف ماله فيه. لا لا، خليك انت حازم، انا خلصت فطار الحمد لله. كمل انت فطارك، انا هروح اشوف خالد فيه. انا اذنه. شكرا. لا صباح الخير يا خالد. صباح الخير يا يوسف. ايه، انا مش مصدق يعني ان خالد اخويا الكبير اللي فاكره عاقل يطلع كده. انت ليه بتقول كده؟ ليه بقول كده؟ انت مش شايف انت بتعمل ايه ولا ايه؟ ليه وانا عملت ايه يعني؟ حازم اخوك جوه على الفطار هيتجنن، عمال يسال خالد فين وشايفنا ناقصين، انت اكيد في حاجه يعني. لا والله، ومن امتى حازم بيفرق معاه انا فين؟ خالد، حازم حاسس ان في حاجه غلط، فلو سمحت عشان خاطري عدي الموضوع. والله مش انا اللي ابتديت المشاكل. ايوه يا خالد، بس انت عارف ان المشاكل دي ممكن تتحول لكوارث لو حازم اخونا عارف ان امك متجوزه من ورانا. والله ما انا عرفت خلاص. انت امك متجوزه اللي اسمه رياض؟ رد عليا يا خالد، رد يا ابني. بس حضرتك، هو ده اللي حصل من ساعه ما سبتكم لغايه ما جيت النهارده هنا. مدام فريده، فريده هانم.
ما حضرتك مش معايا خالص. في حاجة؟ حضرتك تعبانة من حاجة؟ لا لا لا، أنا كل اللي عاوزاه من حضرتك إنك تسامحيني على الفترة اللي أنا اختفيت فيها. بس والله العظيم يا مدام فريدة كان غصب عني وضعي. سيبينا لوحدينا يا أسماء. في إيه يا حازم مالك؟ سيبينا لوحدينا بقول لك. رد عليا يا ولد. يلا. حاضر. هو انت فعلا اتجوزت اللي اسمه رياض ده من ورايا؟ ردي عليا. في يا حازم انت في ايه بس؟ يا عم مالكش دعوه. ابني ابني حبيبي تعالى. قوم قوم. انا كويس اهو، انا كويس خفيف. انا كويس. قوم يا حبيبي. اقعد 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 حبيبي. انت اكيد اتجننت. ردي عليا بقول لك. اتجوزتيه من ورايا فريده هانم؟ حازم ايه اللي بتعمله ده؟ ما تنساش ان امك يا اخي. امي ايه يا خالد؟ انت لسه تدافع عنها؟ في يا حازم؟ ايه اللي حصل؟ في ان فريده هانم الجبالي اللي طول عمرها بتعلمنا الادب والاخلاق رايحه تتجوز من ورانا. اخرس يا كلب. حازم تعالى معايا بره. تعالى معايا بره. اوعى. ما تخافوش انا مش هسيبه. خد انت يوسف واطلع على المستشفى. تعالى يا يوسف. ست سهيلة، أنا خارجة أجيب شوية طلبات للفيلا، قلت أبلغك بآخر التطورات. عندي ليكي خبر بمليون جنيه. الجماعة عرفوا إن أمهم متجوزة اللي اسمه رياض بيضا، ومن ساعة ما عرفوا البيت بعيد عنك أيد نار. وحازم حلف لا يرتكب جناية النهاردة. الدكتور خالد خد يوسف وطلع بيه على المستشفى، وأشرف حبس نفسه في الأوضة هو وحازم، وصوت حازم بيه جايب لآخر الشارع وحالف لقيت اللي اسمه رياض ده النهاردة. ست فريدة؟ آه مع أروى في المكتب. طب بقولك إيه يا ست الكل، اقفلي دلوقتي، هكلم حضرتك بعدين. مع السلامة. في يا حازم؟ ما تهدى يا اخي. ورحمه ابويا في تربته، ما تسيب اللي اسمه رياض ده، مش هو خالك؟ طب انا بقى هموته، ومهما تقولي من كلام مش هغير رايي. طب انا مش طالب منك غير حاجه واحده، انك تهدى وتفكر بعقلك، وبعد كده يا سيدي بقى اعمل اللي انت عايزه. بعدين انت هتستفيد ايه لما تقتله؟ شوف انت عايز ايه يا حازم واحنا نعمله. شوف انت عايز منه ايه وانا ملزم قدامك اعمله لك. مبدئيا طلاق. طيب ممكن لو سمحت تهدى؟ اهدى ازاي يا ابني؟ انت عايز تجنني؟ يا حازم انا عارف ان موقفك صعب، بس تعالى انا وانت نتكلم كده كان مدام فريده مش والدتك. ايه اللي انت بتقوله ده يا اشرف؟ يا اخي خدنا على قد عقلي، مش هتخسر حاجه. لا اخسر. هتسمعني بقى شويه يا حازم. في ايه؟ هي مدام فريده اول واحده في الدنيا يعني تتجوز بعد ما جوزها مات؟ انت سامع انت بتقول ايه؟ مبدئيا هي كست ناقصها ايه؟ ما ستات كتير قوي ظروفها اوحش منها مليون مره. على اللي هي ست عندها شركه وعندها اولادها وناجحه ومعاها فلوس ومعاها كل حاجه. امال الستات الغلابه يقولوا ايه؟ انا اعرف ان الست اللي بتتجوز دي ست جوزها ميت ومش سايب لها اي حاجه خالص ولا ليها حتى ظهر، لكن دي بتتجوز ليه؟ ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده لان ما اعرفش مدام فريده اتجوزت ليه، بس اكيد مدام عملت كده يبقى عندها اسبابها. وانا بقى اسبابها بالنسبه لي مش مقنعه خالص. طب احنا دلوقتي يا حازم قدام امر واقع، خلاص بقى بصرف النظر عن ايه الاسباب اصلا. لا يا حبيبي، الامر الواقع ده انا اقدر اغيره بايدي. ما هي ما ارتكبتش جريمه برضه يا حازم. لا انا بالنسبه لي ده جريمه واكبر من الجريمه كمان. لا يا حازم انا مش معاك بقى في الكلام اللي انت بتقوله. ما هو لو انت مكاني مش هتقول كده يا اشرف. يعني انت عندك مامتك ايه؟ جوزها ميت بقاله سنين، عمرها ما فكرت ان هي تتجوز، وهي ظروفها اوحش من ظروف امي مليون مره، وانت عارف ده كويس. يا عم اسكت بقى بدل ما اروح عليها كمان متجوزه من ورايا. شفت اي حاجه زي دي زعلتك ايه؟ يا عم انا بهزر معاك عشان تفك. وانا عمري ما هفك. طب انت عايز ايه دلوقتي يا حازم؟
يطلقه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا ولادي يضربوا بعض عشاني؟ جه اليوم اللي ابني يتهجم فيه عليا؟ معلش يا ماما هدي نفسك. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ انتي مش عارفه حازم مجنون قد ايه وممكن يعمل ايه؟ ما تقلقيش اكيد اشرف مش هيسيبه. صراحة يا ماما أنا مش قادرة أصدق. صدقي إيه؟ أنا مش قادرة أصدق يا ماما تروحي تتجوزي ومن ورانا في السر سبتيه لي الناس اللي أي كلام. خذي رضا. تمام. يا مليون حمد لله بالسلامة يا عيب باشا. رايا فرغلي، هو انا هطلبك تجيني بعد ساعتين؟ ان شاء الله اتحرق واخش جهنم يا باشا، ما اعرف ان المعاليك لسه واصل الا من دقيقتين، قمت جاي المعاليك طايه ولا فرقان. ربنا يكمل فرحتك على خير يا حبيبي. طبعا انت عرفت اللي حصل. عرفت يا باشا، والداخليه كلها لا مؤاخذه عرفت وانا قاعد ساكت. وكنت متوقع ان هيتحقق معايا، لكن الحمد لله الحمد لله ان ما حصلش لسعادتك اي حاجه لغايه دلوقتي. الحمد لله. هو الموضوع اتلم. بس انا عايز اعرف حكايه الفيديو ده واصله وفصله. عايز اعرف مين اللي صورنا. وعايز اعرف اذا كان الفيديو ده وصل اللي اسمه حازم ده ولا لا. حبيبتي بقول لك يوسف زي الفل. الدكتور خيط له الجرح وبقى تمام. المهم انت تابعيني بالاخبار كل شويه. سلام. ايه الاخبار يا خالد؟ اشرف وحازم لسه في الاوضه وماما الدكتور اداها حقنه مهدئه ونامت. ملك يوسف ملك اللي حصل؟ دي ازاي خرجتي من نطك؟ الممرضة قالت لي ان انتوا هنا ويوسف متعور وبينزف. ما قدرتش استنى قلت اجي اطمن. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا كويس. حمزة بالراحة دي عشان ما تكسرش حاجة. يا حبيبتي سيبيه يلعب براحته، الولد مجهود طول اليوم في البيت، خليه يطلع الطاقة اللي جواه. شفتي اللي حصل في بيت فريده الجبالي؟ ايه اللي حصل تاني؟ في شقه جامده قوي بتقول ان هي كانت متجوزه في السر. تقريبا من المحامي بتاعها ده اسمه رياض الفولي. معقوله الكلام ده؟ مع ان فريده عاقله، ازاي عملت حاجه زي كده؟ احسن علشان يبقى يشوف اللي عامل لي فيها مثال القيم والمبادئ. يا بنتي مش عايزاكي تشمتي في حد، وبعدين الست ما عملتش حاجه دي اتجوزت، وبعدين احنا اخلاقنا وتربينا ان احنا ما نشمتش في الناس. ايوه ماما بس اللي هم عملوه فيها مش شويه. بس أقولك على حاجة، أنا ربنا بينتقم لي علشان هم لو كويسين ما كانش حصل فيهم كده أصلا. مين سامي حب الفضيل ده إن شاء الله؟ أنت صدقتي؟ ده اسم أنا ضرباه علشان أكمل الفيلم على يوسف. بس حلو موضوع الفلوس اللي طلبتيها منه ده يا بت. تلمستك يا أستاذة. بس خلي بالك الواد يوسف ده صايع مش سهل. قصدك إيه؟ قصدي مش هيدخل عليه الفيلم ده. ده قاعد يجيبني يمين وشمال لغاية ما اقتنع في الآخر. بس ممكن يرفض أو يماطل. في خطة بديلة إن هو المفروض يتجوزني. هو ده اللي مش هيحصل. بعد فضيحة الست فريدة لما اكتشفوا إنها متجوزة من وراهم هيخاف ويقلق. وإيه دخل ده في ده؟ ما هي فالحة أولادها قلبين عليها من ساعة ما عرفوا فضيحتها. فطبعا مش ممكن يوسف يعمل اللي هي عملته عشان ما تمسكهاش عليه. بالعكس ده متهيألك ده هيخاف من الفضايح أكتر من الأول. وأنا شايفة إنه دي فرصتي إني أضرب على الحديد وهو سخن.
ممكن. خليني اتفرج عليهم واحد واحد. هتشوفي حنين هتعمل فيه ايه؟ انا عايز افهم انت ليه لحد دلوقتي متاخر في اجراءات تاسيس الشركه. يا حازم في ايه؟ انت مالك متعصب كده ليه؟ يا عم بلا متعصب بلا بتاع، ما تقول لي بقى. طب ما احنا كنا مع بعض اول امبارح ومظبطين الدنيا، ايه اللي حصل جديد؟ معلش يا حسين، انا اعصابي بايظه اليومين دول بس. ليه؟ انت اتخانقت مع فاطمه تاني ولا ايه؟ لا لا. امال ايه؟ في واحد جاب لحضرتك الظرف ده. حاجة يا انجي ولا؟ لا. فين الراجل ده؟ واقف برا يا فندم. مفيش حد بره. والله العظيم كان واقف بره. طب ثانية واحدة هنده السكيورتي. بسرعة بسرعة. ايه ده ايه ده، انت رايح فين؟ فين الأستاذ حازم هنداوي؟ هو امر باشا. انا الرائد محمد ابو الذهب، اتفضل معانا شوية. ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر، وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من إيدينا الحب دي ويمر. في كتير من الحكايات الحب ما بيكملش، ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر، وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من ايدينا الحب يضيع ويعرف. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه، مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه، مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، كنا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، كنا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.